غنقلبوا على تيشيرت المنتخب الجزائري هنا في المغرب. حتى خرجت من الجزائر وتفكرت باللي ما شريش تريكو ديال المنتخب. ايوا قلت علاش لا ما نقلبش عليه في المغرب، غنلقاوه ولا لا؟ ليتس جو. ولكن قبل غنوريكم شويه من الترابط الثقافي بين المغرب والجزائر. اوطه الوهران، زنقة تندوف، اوطه البليده، زنقة الجزائر، شارع غزوات، هذا هنا باتيسري تلمسان، فوق منه كاين اوطيل تلمسان، هذا باتيسري اخر حتى هو الاسم ديالو تلمسان، وهنا فين كان كيقرا الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقه، ثانويه التاهيليه عمر بن عبد العزيز، وهي اقدم ثانويه في المغرب. قبل ما نبداو نقلبوا على التيشيرت، ماذا بكم تخليوا لي في لي كومونتير من اين مدينه كتشاهدوا الفيديو. كاين التريكو ديال المنتخب الجزائري؟ ما عندكش ياك؟ السلام عليكم. سلام. ما عندكش التريكو ديال المنتخب الجزائري ياك؟ لا ما كاينش ياك. خويا ما عندكش التريكو ديال المنتخب الجزائري ياك؟ لا. كانش. للاسف الخوت باقي الرحله ديالنا طويله، حنا كنقلبوا، ولكن انا متاكد بلي راه كاين. كاين كاين الخير ان شاء الله. كعارفين هادو عاد المحلات الاولى. ان شاء الله ان شاء الله نلقاو. تريكو ديال رونالدو. تريكو ديال المنتخب الوطني الجزائري. ها هو موجود. واخيرا لقيناه بعد عناء طويل، وغادي نلبسوه انا. الجزائر الله يخلف عليكم. واللي بغى شي حاجه مرحبا به عند اخونا دمنا شوب. كيف ما كتشوفوا اللوكاليزاسيون هي هذه في سوق مليليا قدام الباب الكبيره، هي هذه كما كتشوفوا. رحنا لقينا في بلاصه اخرى حدا التيشيرت ديال المنتخب المغربي. كنت كنقول قليل ولكن فيما مشيت لقيته سبحان الله. ها محل اخر عاوتاني عنده قميص ديال المنتخب الوطني الجزائري. انا شريته راه ما كانش غير التريكويات هنايا، راه كلشي كاين. انت ديال البورتوكليات كاينين. اه يا الحاج تولوا عندك ناخذوا عليك الناس من هنا ديال الجزائر. تبارك الله. مزيان الجزائري. هكذا شوف المغرب هنايا الجزائر هي قدامه. نزيدو ناخذوا حتى ديال المغرب. خوا كيف بكري كيف اليوم.